الخطة الدفاعية التي طبقها شباب عين فكرون في العشرين دقيقة الأولى صعبت من مهمة خط هجوم الاتحاد الذي وجد في الكرات الثابتة الحل الوحيد لتهديد مرمى بولطيف بواسطة بن موسى في الدقيقتين 26. لكن 6 دقائق بعد ذلك تبادل كروي بين فرحات ومفتاح توزيعة من هذا الأخير وجدت الكرة رأس أندريا أسكنها شباك بولطيف مسجلا الهدف الوحيد في اللقاء. هدف أجبر عناصر عين فكرون على الخروج من منطقتهم ومحاولة تهديد الحارس زيماموش كهذه التسديدة من قرأ بعد محاولة فردية كرته جانبية كان ذلك في الدقيقة 30. رد عليه فريوي بهذه الكيفية بعد توزيعة من فريت أندريا اصطدمت بالعارضة ليفوز اتحاد الجزائر بصعوبة كبيرة أمام شباب عين فكرون بهدف 0. نقول أنا على العموم الشوط الأول اعتمدنا على الهجومات المرتدة، لعبنا بكتلة كانت متمركزة في الدفاع في وسط الميدان، ما عطاش ثمارها كما ينبغي. نقول أنا في الشوط الثاني كان درنا على الضغط على الخصم، رغم هما ضيعوا بعض الفرص، ولكن أنا نقول في الشوط الثاني عرفنا كيفاش نتمركزوا في الميدان، عرفنا كيفاش نخلقوا فرص، وزدنا غامرنا بثلاث مهاجمين، كانت قادرة تعطي ثمارها، ولكن نقول أنا هذه كرة القدم، ولكن على العموم نقول أدينا الشوط الثاني في المستوى. حنا المقابلة هذه نعتبرها مقابلة صعيبة، باسكو فريق عين فكرون ماشي فريق سهل. لعبنا كما يقولوا واحد بارك لابي باتا لي جوار ما كانوش معنا، انا فريق كما نقولوا الفريق كان شاب، الفريق تاعنا اليوم كان كاع ديجان، الحمد لله داروا مقابلة كبيرة، نعطيهم الصحة ونشكرهم على الريزلتا هذه، ومازال ان شاء الله خير قدام ان شاء الله. وبغض النظر